طبعا اذا راينا ما حصل منذ 8 اكتوبر، يعني يوم ان بدات الكيان الصهيوني بدا العدوان على غزه، حتى الان لم يحقق اي نتائج عسكريه، فقط نتائج اجراميه ادت فعليا الى ما يسمى خساره الاستعطاف الدولي. ما هو الاستعطاف الدولي؟ يعني نعلم جيدا ان حتى وجود اسرائيل في منطقتنا في فلسطين كان هو عباره عن تعويض بسبب ما حصل مع اليهود في أبان الحرب العالمية الثانية، والنازيين ما فعلوا باليهود والمحارق اليهودية والهولوكوست هم هو عليه. هناك كان تعاطف مع اليهود، الآن بعد هذه الجرائم بدأت الدول لا تتعاطف مع إسرائيل، وهنا خسرت أهم جوكر لديها، أهم ورقة لديها هو التعاطف دائما، لأنه يعني كل شيء كان دائما تهدد بالهولوكوست، بينما الآن إسرائيل هي التي تقوم بالهولوكوست ضد الشعب الفلسطيني، هي تقوم بيسمى بالإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. لذلك خسرت كل الدول تقريبا والمجتمعات المدنية في هذه الدول، وهناك أيضا دول عاشت نفس المأساة مثل جنوب أفريقيا لما كانت البيض يقتلون السود في هذه المنطقة، قدمت إلى المحكمة الدولية بما يسمى يعني قرار إنساني لإيقاف إسرائيل في المحكمة الدولية. ولكن خلينا نكون طبيعيين، كل هذه المؤسسات هي تابعة للولايات المتحدة الأمريكية ولن تستطيع أن تفعل شيئا غير في أمر الولايات المتحدة الأمريكية، يعني إن كان محكمة العدل الدولية وأي منظمة، منظمة العفو الدولية، كل هذه المنظمات مسيسة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، فلا تستطيع أي شيء أن تقدم ضد العدو الإسرائيلي ما دام الولايات المتحدة الأمريكية مغطية سياسيا وعسكريا على إسرائيل ولها حماية كاملة من هذه البلد. لذلك هناك يعني، ولكن هذه الأوراق التي تقدمها الدول هذا يعني أن التعاطف مع اليهود انتهى تقريبا، لم يبقى دولة الآن في العالم متعاطفة مع اليهود، لأن ما تفعله إسرائيل من إجرام في غزة ينهي كل ما حصل مع اليهود في الحرب العالمية الثانية وفي المجازر التي قام فيهم الحكومة الفاشية ورأسهم أكلها. لذلك أنا في رأيي أن بتصرف الأرعى اللي قدموا فيه الآن الحكومة الإسرائيلية، وهنا لا أقصد يعني كلهم مثل بعضهم، أنا لا أفرق بين المعارضة الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية، الاثنين مجرمين، يعني يائير لابيد أكثر إجرام نتنياهو على فكرة يعني. فكل هذه المسرحيات اللي تخرج على التلفزيون فقط هي مسرحيات فقط لتحمل ما يسمى سبب الخسارة التي يخسرها العدو الصهيوني في المنطقة. وهنا أتكلم الحرب على القلوب، أهم شيء هو الحرب على القلوب التي بدأت خسرتها إسرائيل بشكل كامل. كل هذا التعاطف الذي كان مع إسرائيل انتهى، ويعني كما يقولون في العرف السياسي الحرب على القلوب خسرتها إسرائيل، وبدأ العالم تتعاطف مع فلسطين، ولذلك إسرائيل ستصبح أكثر عزلة سياسية، وستصبح يعني من غير مقبولة في عديد دول العالم. اما بالنسبه للمواقف العربيه، انا في رايي المواقف العربيه تحسنت كثيرا، يعني المواقف العربيه نعلم جيدا انها كانت نوعا ما ليست لديها كلمه موحده منذ ان بدا العدوان الصهيوني بعام 1942 بحربه على فلسطين، ولكن الان نرى جيدا ان الموقف العربي السياسي واحد ليس العسكري موحد، وبالاضافه الموقف ضد الولايات المتحدة الأمريكية. لكن هناك بالمقابل دول العربية يعني للأسف كانت صامتة وظلت صامتة، هل تعتقد بأن صمت بعض الدول العربية هو يعني أنها تتمنى أن تنتهي المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة؟ سيدتي الكريمة خلينا نكون واقعي، يعني نكون واقعي، هذه الحرب ليست حرب جيوش عربية مع الجيش الإسرائيلي، هي حرب المقاومة وحرب يسمى الميليشيات ضد الكيان الصهيوني. نرى من يحارب المقاومة الفلسطينية، سرايا القدس، كتائب القسام في غزة، يحارب حزب الله في لبنان، تحارب الميليشيات العراقية في العراق، كل هذا، والحوثيين في اليمن أيضا هم ميليشيات. هذا يعني أن هذه الحرب ليست تقليدية وإنما حرب ميليشيات، ولا تستطيع الدول العربية نوعا ما أن تقدم شيئا، بعض الحكومات بسبب الهيمنة للولايات المتحدة الأمريكية حتى لا تقوم عليها عقوبات. نعلم جيدا ان بعد ان تورطت كل الدول العربيه مع الولايات المتحده الامريكيه بخضوعها لاقتصادها لهذه الدول، وما يسمى الاقتصاد اصبح تابع للولايات المتحده الامريكيه عن طريق التعامل بالدولار الامريكي او النفط او ما هو عليه، ادى هناك تبعيه اقتصاديه. لذلك بعض الدول لا تريد ان تخسر المقابله الفلسطينيه،
للأسف، ولكن لا تستطيع أن تفعل شيئا لتساعد المقاومة الفلسطينية. هناك بعض الدول ما تسمى محور المقاومة المنعة، منها سوريا ولبنان وإيران، هذول يستطيعون أن فعلوا شيئا، والعراق أيضا، ولكن الدول الأخرى لا تستطيع فعل شيئا لأن تقديم شيء عسكري لا تستطيع، بالإضافة تستطيع فقط عن طريق السياسي أو عن طريق الصمت. يعني أيام الصمت يكون أفضل بكثير من التكلم أو ما يسمى القراءات، لأنه يمكن أن عن طريق الصمت الدولي الذي يقوم فيه بعض الدول أن قريبا أن تبدأ بالتحدث. يعني دائما نحن بحاجة إلى ما يسمى، إذا كنا واقعيين، الولايات المتحدة الأمريكية مهيمنة على كل الجنوب العميق ومنها منطقة الشرق الأوسط، لذلك كل دولة تخرج عن صمتها هي تخرج عن هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية. خلينا نكون واقعيين، ليست كل الدول تستطيع أن تخرج عن هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الخروج شيئا فشيئا والخروج عن الصمت شيئا فشيئا يمكن أن يؤدي إلى انهيار هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. لذلك لا نستطيع أن نقول كل بلد لها ظروفها، ولكن لا أعتقد هناك دولة عربية تريد أن تنتهي المقاومة، هذا أمر أصبح واضحا، لأن كل الاجتماعات السياسية التي كانت موجودة لن تدين حماس، هذا أمر مهم جدا. يعني ما رادت الولايات المتحدة الأمريكية من الدول العربية ودول الدائمة العضوية مجلس الأمن أن تدين ضربات حماس 7 أكتوبر، ولكن نرى ولا هناك دولة عربية أدانت ذلك رسميا. نعم. هذا يعني هذا ضد سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، خسرت وحتى خسرت مع دول العالم. نعلم جيدا أن لماذا تضع الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو على كل قرارات وقت إطلاق النار، لأنه تريد في نص القرار دائما أن يكون الدول تدين حماس في هجومها 7 أكتوبر العام الماضي، ولكن نعم. ولا دولة هناك سيدي اجتماع مرتقب للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء المقبل، ما المأمول من هذه الجلسة؟ خلينا نكون واقعيين، ليس هناك اجتماع. يعني نعلم جيدا اذا يعني اذا اسرائيل والولايات المتحده الامريكيه، يعني الولايات المتحده الامريكيه وبعد اسرائيل عرفت الان ان ليس هناك اي هدف تحققه اسرائيل، لانه خلينا نكون واقعيين، ما يحدث الان على ارض الجبهه العسكريه ليس من مصلحه لا الولايات المتحده الامريكيه ولا اسرائيل. يعني الان ليس هناك اي ما يسمى محتجز او اي رهينه او اي اسير من الموجودين لدى حماس لم تحررهم اسرائيل، اول شيء. ثاني شيء، اسرائيل لم تستطيع ان تقضي على مركز انطلاق الصواريخ التي تنطلق كل يوم من غزه، بالاضافه لم تستطيع ان تخوف المقاومه في العراق وفي لبنان. هذا يعني ان لاسرائيل مشكله كبيره والولايات المتحده الكبيره اذا مش كبيره، الا ان نقول ان يكون هناك قرار امريكي بظهور شيء جديد في الجمعيه العامه للامم المتحده في مجلس الامن، يجب ان تكون الولايات المتحده الامريكيه قد بدات فعليا باعلان الهزيمه الرسميه لاسرائيل واعلان فوز اعلامي. يعني يجب ان نعلم جيدا ما تفعله الان اسرائيل، ان كان اغتيال احد قيادين حماس في بيروت، تفجير في طهران، هذا ليس الا تسجيل نقط انتصار مزيفه. يمكن ان الولايات المتحده الامريكيه ان تبدا اعلاميا بما يسمى الترويج لها وتخرج بنصر اعلامي وتوقف اسرائيل، يمكن ان نقول يمكن ان يتغير الشيء، ولكن ان نقول ان يحدث شيئا من الولايات المتحده الامريكيه ان تسمح لاي قرار من الجمعيه العامه المتحده او تسمح اي قرار مجلس الامن ان يكون ضد اسرائيل، هذا شيء انا في رايي مستحيل، الا اذا اسرائيل قالت نحن مستعدون الان لايقاف اطلاق النار، لم نحقق اي هدف، وهناك سيكون حوار داخلي بين هذه البلدين سيؤدي الى وقف اطلاق النار. يعني اذا اوقف اطلاق النار في غزه هذا يعني اسرائيل طلبت من الولايات المتحده الامريكيه ان تنهي هذه الحرب وتعلن النظر مزيف او نظر اعلامي لاسرائيل. إذن اسرائيل هي من تقود هذه الحرب وهي من تقود امريكا. في الفتره الاخيره تصاعد الحديث عن محور فيلادلفيا، وكان هناك تصريح لبنيامين نتنياهو بشان ضروره السيطره الاسرائيليه على هذا المحور، ولكن المهم الان هو الحديث عن الموقف المصري ازاء هذا المشروع الاسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزه ما بعد هذه الحرب. سيدي أود أن أعقب على بس كلامك، الجواب اللي إسرائيل لا تقود الحرب، الولايات المتحدة الأمريكية تقود الحرب، لأنه أنا المعلومات الكاملة كل الصور الأقمار الصناعية الآن كلها تعمل لحساب إسرائيل، كل هذه الأقمار الصناعية أمريكية تعمل لحساب إسرائيل، هناك مرتزقة أمريكيين داخل إسرائيل بشكل كبير، بالإضافة أن القيادة من يقودها هو قائد العمليات العسكرية في الفلوجة، ما
من القوات الأمريكية، هو الذي يقود العمليات في إسرائيل، ولكن هذا ليس ظاهر الإعلام، ولكن المقاومين في غزة يعلمون ذلك جيدا. لذلك أنا في رأيي من يقود العملية هي الولايات المتحدة الأمريكية أو اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. أنا آسف بس مجرد تعقيب. نعم. أما نتكلم عن محور فيلادلفيا وما هو الآن يصدر الإعلام، هناك يعني إسرائيل لما وضعت في مأزق كبير تحاول بشكل من الأشكال أن توسع خريطة الصراع. يعني نعلم جيدا نتنياهو الآن، إذا علم جيدا إذا وقفت هذه الحرب بشكل من الأشكال سيتم نهايته. لذلك مصلحتي أن الحرب تكون مستمرة وتتوسع نطاقها. لذلك بدأ التكلم عن محور فيلادلفيا، بدأ الآن الاغتيالات الإسرائيلية خارج الأراضي، هي تريد بشكل من الأشكال أن توسع نطاق الحرب. بعض الأشخاص في الحكومة الإسرائيلية وليس الكل، هنا أمر مهم جدا، لأنه حتى توسيع الصراع ليس أيضا مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك هناك حرب الآن داخلية في الولايات المتحدة في إسرائيل لتوسيع الصراع. لذلك يتكلمون الآن عن محور فيلادلفيا والسيطرة عليها على يعني أخذ السيطرة من الحكومة المصرية على هذا المحور. ولكن في رأيي أنا الشخصي أن مصر لن تسمح بأي شيء من هذا القبيل. هذا أصبح أمر واضح، لأنه إذا مصر سلمت محور فيلادلفيا إلى إسرائيل، هذا يعني أن شعبية الحكومة المصرية داخل الأراضي المصرية يمكن أن ينتهي تقريبا، ويبدأ ما يسمى ثورات شعبية وانتفاضة شعبية ضد هذه الحكومات. لذلك أنا في رأيي أن لن تسمح، ليس أكبر من قنابل إعلامية تخرجها إسرائيل دائما لتوسيع الصراع. يعني أعلم ذكر السيد الكريم لما قال نتنياهو منذ بداية العملية العسكرية أو منذ بداية عفواً 2 أكتوبر قال حربنا هذا ستغير خريطة الشرق الأوسط. ما يعني في هذا الكلام؟ يعني أنا تكلمت مع مسؤولين روس كبيرين في الخارجية، كلنا كنا موجودين ولا نعلم ما مقصود نتنياهو بهذا الكلام، ولكن بعد ذلك علمنا هذه الورقة سيستعملها دائما إذا لم يستطيع أن يحقق النصر على في قطاع غزة. يمكن أن يبدأ بتوسيع الصراع أو ما يسمى التحرش في الدول الأخرى لإظهار نوعا ما أساس قوة، وأنه يريد تغيير كل المحاور أو كل الاتفاقيات الموجودة. ولكن هناك بين مصر وإسرائيل اتفاقية كامب ديفيد مذكور فيها كل شيء، وحتى قطعة السلاح وحتى عدد المقاتلين وعدد الجيش. أي نوع من نوع هذا التغيير هو خروج عن اتفاقية كامب ديفيد. فهنا المشكلة كيف سيستطيعان ستصبح هذه الدولتين في حالة حرب؟ يعني اتفاق السلام سينتهي في حلول إذا اضطرت الإسرائيل للسيطرة على محور فيلادلفيا. فأعتقد أن هذا كلام كله عبارة عن ما يسمى كلام إعلامي لتحويل مجرى النظر عن ما يسمى. هناك شيء بالسياسة يسمى الهرج الأحمر. نعم، ولكن حسن نصر الله سيدي صرح قبل قليل في خطابه بأن لبنان سيصبح مكشوفا إذا لم يرد على عملية اغتيال صالح العروري. هل نحن مقبلون على حرب إقليمية شاملة أم أن هذا من باب يعني التصريحات لإسكات لربما الشارع الفلسطيني المقاوم؟ يجب أن نقرأ خطاب السيد حسن نصر الله من عدة أطراف، لا نقرأ كل ما يقوله، ولكن نقرأ ما يقوله في أول شيء. يعني نبدأ بالخطابات الأولية التي أعلن فيها حزب الله والمقاومة الفلسطينية أعلنوا عن حرب استنزاف. فيمكن أن يكون الرد ضمن حرب الاستنزاف وليس الاشتياح، هذا أمر مهم جدا. يعني نعلم جيدا أن حزب الله أوقع بإسرائيل خسائر كبيرة لا أحد يعلم، 670 ضربة عسكرية، بالإضافة إلى إخلاء 250 ألف مواطن إسرائيلي من هذه المناطق الذي هجروا إلى مناطق أخرى، وبالإضافة أن أغلقت كل المناطق الزراعية ومناطق الإنتاج في هذه المنطقة، منطقة شمال إسرائيل. كل هذا قام فيه حزب الله، هذه هي حرب الاستنزاف. وكذلك تقوم المقاومة في غزة بحرب استنزاف. هذا يعني لذلك هذه الدول لا تريد المواجهة أو المواجهة الكبيرة مع إسرائيل، تريد استنزاف إسرائيل. هذا أمر مهم جدا. لذلك السيد حسن نصر الله قال أول شيء نحن 670 هدف ضربنا في إسرائيل، يعني يمكن أن يزيد هذه الأهداف مستقبلا، ضربات نوعية ولكن لن تؤدي إلى مواجهة مباشرة. لأنه أول شيء إذا دخلت مواجهة مباشرة يمكن أن تغير قواعد اللعب الموجودة، والولايات المتحدة الأمريكية عم تكون موجودة، يمكن أن تم اجتياح لبنان، قصف عشوائي لبنان. يعني خلينا نكون واقعيين، هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية والغرب وإسرائيل عقيدتها هي دائما إرهاب المدنيين. يعني لديها ازدواجية في المعايير، هي ترهب المدنيين حتى تخضع
الدول او جيش الدول للاستسلام. لذلك ها يمكن ان يستخدم الولايات المتحده الامريكيه بالقصف العشوائي على بيروت على سبيل المثال، واسرائيل ايضا. لذلك يعلم ذلك السيد حسن نصر الله يعلم ذلك جيدا. لذلك انا برايي الرد سيكون ضمن الحرب الاستنزاف التي نجحوا فيها فعليا. يعني خلينا ناخذ النتائج، نحن 100 يوم الان على الحرب على غزه. اسرائيل تخسر كل يوم 430 مليون دولار، كل يوم 430 مليون دولار، بالاضافه انها الان اقتصادها نزل لحوالي 30% بسبب ان الاحتياطيين يعملون الان بداوا باخراج الالويه من غزه لاعادتهم لعمل جنود الاحتياط، هذا يعني بحاجه الى دعم، بالاضافه الى فرار الكثيرين من اسرائيل الاوروبيين الى بلادهم الاصليه الان خوفهم من الموت، هذا ادى في انهيار في الاقتصاد الاسرائيلي. فنعلم جيدا ان لذلك ان هذه الحرب نجحت فيها المقاومه الفلسطينيه، كل محور مقاومه، فلماذا توسيع هذه الحرب بشكل اكبر بكثير؟ ليس مصلحه المقاومه، الرد يمكن ان يكون نوعي، نوعي يعني يمكن ان يكون ضربه قويه لاسرائيل، ضربه مشاة على سبيل المثال او تدمير سكنه عسكريه ليس اكثر. هذا امر مهم جدا، لانه انا اعيد كل خطابات حسن نصر الله سيد حسن الله تكون حول ما يسمى حرب الاستنزاف، ودائما يسكن اهداف العسكريه التي اطلقها، لانه بالفعل حزب الله هو اكبر من يؤذي اسرائيل الان وخصوصا في شمال اسرائيل. ولكن للاسف الاعلام موجه داخل غزه بسبب الجرائم الكثيره التي ترتكب فيها الكيان الصهيوني داخل قطاع غزه، ولكن فعليا من يساعد المقاومه بشكل كبير هو حزب الله. يعني اسرائيل منهاره اقتصاديا من ما يحصل بشمال اسرائيل، شمال اسرائيل هي مناطق زراعيه، الانتاج الزراعي كله في هذه المناطق، كل هذا اغلق بشكل كامل. نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور محمود الأفندي الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا على تلبية دعوة الحوار وأيضا على كل هذه الإيضاحات.